اروح لنادر حمدي بقى. معلش يعني حضرتك كنت عارف ان كابتن محمود الخطيب جاي الماتش امبارح كرئيس النادي الاهلي طبعا، فيعني حضوره امبارح للمباراه كنت شايفه ازاي؟ لا هو الحقيقه ادى قيمه للبطوله نفسها، مش كفايه الدفعه المعنويه للعيبه وللجهاز وللفرقه كلها، لا البطوله كلها يعني اداها قيمه. يعني احنا لو كنا حققنا البطوله في عدم وجود الكابتن الخطيب غير تحقيق البطوله في وجود الكابتن الخطيب، الحقيقه قيمه كبيره وطبعا دعم قوي لينا، وكان متابع على طول، انا عارف انه متابع النتائج بتاع الفريق وبيسال على الفريق. وقبل البطولة تمت اتصالات بيا من أعضاء مجلس الإدارة دعم لحضرتك ودعم ليا وللفريق، وعرفوا إن في إصابات في الفريق دعمونا بلاعيبة تانية أجنبية، الظروف ما سمحتش إن هي تلعب معانا. بس الحقيقة كان هو ده النادي الأهلي يا كابتن، كل الظروف الحقيقة كانت دعمانا جدا إن إحنا نحقق البطولة. هو ده النادي الأهلي.